قال ابن تيمية رحمه الله: قال: من أذنب علانية فليتب علانية، ومن أذنب سرا فليتب سرا. قال: وليس من الستر الذي يحبه الله تعالى أن يستر عليه، لأنه إذا ستر عليه كان ذلك إقرارا لمنكر ظاهر، فإذا أعلنت فلم تنكر ضرت العام، ولذلك استحق عقوبة المسلمين. وأدنى ذلك أن يذم عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته، ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغتر به الناس، وربما حمل بعضهم على أن يرتكبوا ما هو عليه ويزداد أيضا هو جرأة وفجورا، فإذا ذكر بما فيه انكف وانكف غيره عن ذلك وعن صحبته ومخالطته. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. ولذلك قال رحمه الله: كان مستحقا للهجر إذا أعلن بدعته أو معصيته أو فجوره. قال: ولهذا كان مستحقا للهجر إذا أعلن بدعة أو معصية أو فجورا أو تهتكا أو مخالطة لمن هذا حاله، بحيث لا يبالي بطعن الناس عليه، فإن هجره نوع تعزير له، فإذا أعلن السيئات أعلن هجره، وإذا أسر أسر هجره، إذ الهجرة هي الهجرة على السيئات، وهجرة السيئات هجرة ما نهى الله تعالى عنه.